السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الحادي عشر آداب وإنسانيات، الوحدة الرابعة، الدرس الثالث بعنوان التمدد والتضيق، الجزء الأول. أهداف الدرس: سوف نتعلم في هذا الفيديو تحديد مدى تأثير قيمة المعامل A على التمثيلات البيانية، تحليل انعكاسات التمثيلات البيانية للدوال حول المحور X. لنتذكر معا بعض المعلومات السابقة. عزيزي الطالب، ما نوع الدالة الممثلة في التمثيل البياني؟ أحسنت، إنها دالة تربيعية. والآن، ما إحداثيي نقطة رأس القطع المكافئ؟ ممتاز، الزوج المرتب 00. أعزائي الطلاب، لقد درسنا سابقاً أنه إذا كان إحداثيي رأس القطع المكافئ هو الزوج المرتب 00، فإن صيغة الدالة التربيعية الموافقة لها هي f of x equals a times x squared، حيث أن a تسمى معامل الدالة التربيعية ويكون عدداً غير صفرياً. لنبدأ الآن بالفقرة أنقد واشرح صفحة 59. عزيزي الطالب، أوقف الفيديو وقم بقراءة الفقرة قراءة صامتة، حدد خلالها المعطيات والمطلوب. شكراً لك على المحاولة. لنناقش الفقرة معاً. يبين الشكل المجاور تمثيلات بيانية لثلاث دوال تربيعية G, H و J جميعها لها الرأس 00، كما يبين كذلك نقاط إضافية تقع على كل تمثيل بياني. عزيزي الطالب، ما وجه الشبه والاختلاف بين التمثيلات البيانية لهذه الدوال؟ رائع! كل التمثيلات البيانية هي قطوع مكافئة مفتوحة إلى الأعلى، يختلف العرض بين كل تمثيل بياني وآخر. ممتاز! والآن، ما صيغة الدالة التربيعية الموافقة لهذه التمثيلات البيانية؟ كما ذكرنا سابقاً، فإن صيغة الدالة التربيعية الموافقة لهذه التمثيلات هي f of x equals a times x squared. وبما أن كل قطع مكافئ مفتوح إلى الأعلى، فإن قيمة المعامل greater than zero. عزيزي الطالب، بعد قراءتك للأسئلة، ما المطلوب في الفرع A؟ ممتاز! المطلوب هو كتابة دالة تربيعية لكل قطع مكافئ. لنبدأ أولاً بالدالة H. ما صيغة الدالة H؟ ممتاز! كما قلنا سابقاً، فإن صيغة الدالة H equals A times X squared. والآن، كيف نجد قيمة A؟ ممتاز! نقوم بالتعويض عن X وعن H of X بأي زوج مرتب من التمثيل البياني للدالة H، وليكن الزوج 1-1. نعوض عن X بالقيمة 1 ونعوض عن H of X بالقيمة 1 لتصبح المعادلة 1 equals A times 1، إذن A equals 1 وبالتالي H of X equals X squared. والآن لنقم بإيجاد صيغة الدالة G. كما قلنا سابقا، فإن صيغة الدالة G هي a times x squared، ولإيجاد قيمة الـ a نقوم بالتعويض بأي زوج مرتب من التمثيل البياني للدالة g، وليكن الزوج 1 0.25. نعوض عن x بالقيمة 1 ونعوض عن g of x بالقيمة 0.25 لتصبح المعادلة 0.25 equals a times 1، وبالتالي a equals 0.25. أخيراً، g of x equals 0.25 x squared. والآن، نقوم بإيجاد صيغة الدالة g.
بالفعل g of x a equals a times x squared. وبنفس الطريقة لإيجاد قيمة الـ a نقوم بالتعويض بأي زوج مرتب من التمثيل البياني للدالة j، وليكن الزوج 1 4. إذا نقوم بالتعويض عن قيمة x بالعدد 1 وعن g of x بالعدد 4 لتصبح المعادلة 4 equals a times 1، وبالتالي a equals 4. أخيرا g of x a equals 4 times x squared. الدوال التربيعية للتمثيلات البيانية هي g of x a equals 0.25 x squared، h of x a equals x squared، و g of x a equals 4 x squared. الفرع B، تواصل بدقة. ما أوجه الشبه بين هذه الدوال وما أوجه الاختلاف بينهما؟ ما رأيك عزيزي الطالب؟ أحسنت. نلاحظ أن كل المعادلات لها نفس الصيغة وهي y equals a times x squared. بالنسبة للدالة h فإن قيمة الـ a equals 1 وهي الدالة الرئيسة. بالنسبة للدالة g فإن قيمة الـ a هي 0.25. أما بالنسبة للدالة G فإن قيمة الـ A equals 4. نلاحظ عزيزي الطالب أن هناك اختلاف في قيم الـ A. إذن ما مدى تأثير معامل الدالة التربيعية على التمثيلات البيانية في كل مرة؟ لاحظ عزيزي الطالب عرض كل قطع مكافئ، ثم قارن عرض الدالتين H و G. رائع! نلاحظ أن القطع المكافئ للدالة G أكبر عرضاً من القطع المكافئ للدالة H الرئيسة. والآن قارن عرض الدالتين H و G. نعم بالفعل، القطع المكافئ للدالة G هو أقل عرضاً من القطع المكافئ للدالة الرئيسة H. إذن قيم A في المعادلات تختلف مما يؤثر في عرض فتحة التمثيلات البيانية للدوال. وبالتالي عند ضرب الدالة في عدد يقع بين 0 و 1 فإن التمثيل البياني للدالة التربيعية يصبح أعرض ويتناقص معدل التغير، فنقول أنه تضيق رأسي. أما عند ضرب الدالة في عدد أكبر من 1 فإن التمثيل البياني للدالة التربيعية يصبح أقل عرضاً ويتزايد معدل التغير، فنقول أنه تمدد رأسي. والآن لنمر للفرع C. باستعمال معرفتك عن تضيق وتمدد الدوال الأخرى وإجابتك عن الجزئين A و B، صف كيفية كتابة تمدد أو تضيق رأسي للدالة f of x a equals square root of x. عزيزي الطالب، أوقف الفيديو لمدة دقيقة، حاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك. شكرا لك على المحاولة. الحل: يمكن ضرب square roots of x في أعداد ثابتة مختلفة لتجعل تمثيل الدالة أقرب إلى المحور X أو أبعد منه. السؤال الأساس: ما التغير في الدالة الذي ينتج عنه تمدد أو تضيق رأسي أو أفقي لتمثيلها البياني؟ عزيزي الطالب، أجب عن هذا السؤال من خلال الدرس، وسوف تتم مناقشة الإجابة عند الانتهاء من الدرس كاملاً. مثال 1 صفحة 59، تحليل الانعكاسات حول المحور X. كيف يغير ضرب المخرجة في العدد نيجاتيف 1 التمثيل البياني للدالة؟ لتكن الدالة g of x a equals negative 1 times f of x عندما f of x a equals x squared وعندما f of x a equals the cube root of x. لنفترض أولاً أن الدالة f هي x squared. عزيزي الطالب، ما خطوات تمثيل الدالة؟ أحسنت. أولاً نقوم بإنشاء جدول قيم، وليكن العمود الأول قيم X وهي المدخلة، صيغة الدالة F والأزواج المرتبة المتحصل عليها في كل مرة. لتكن القيمة الأولى لX هي -2، بعد تعويضها في الدالة F نحصل على 4،
إذن الزوج المرتب الأول هو negative 2, 4. القيمة التالية negative 1، بعد تعويضها في الدالة F نحصل على 1. إذن الزوج المرتب هو negative 1, 1. القيمة التي تليها 0، بعد تعويضها في الدالة F نحصل على 0. إذن الزوج المرتب هو 0, 0. القيمة التالية 1، بعد تعويضها في الدالة F نحصل على 1. إذن الزوج المرتب هو 1, 1. القيمة الأخيرة 2، بعد تعويضها في الدالة F نحصل على 4. إذن الزوج المرتب الأخير هو 2, 4. ثانياً، نقوم بتمثيل الأزواج المرتبة على المستوى إحداثي، وليكن الزوج المرتب الأول negative 2, 4، ثم negative 1, 1, 0, 0, 1, 1 و 2, 4. ثالثاً، نحصل على التمثيل البياني للدالة F. والآن أبنائي الأعزاء، لنقم بتمثيل الدالة G، وهي عبارة عن الدالة F مضروبة في العدد negative 1، لتصبح الدالة G هي negative x squared. لنعتمد نفس مدخلات الدالة F ونقوم بتعويضها في الدالة G، ولتكون القيمة الأولى negative 2، بتعويضها في الدالة G نحصل على negative 4. إذن الزوج المرتب هو negative 2 negative 4. كذلك المدخلة negative 1، بعد تعويضها في الدالة G نحصل على negative 1. إذن الزوج المرتب هو negative 1 negative 1. القيمة 0، بعد تعويضها في الدالة G نحصل على 0. إذن الزوج المرتب هو 0, 0. كذلك بالنسبة لباقي المدخلات، نحصل على الزوج المرتب 1 negative 1 و 2 negative 4. نقوم بتمثيل الأزواج المرتبة على نفس المستوى الإحداثي لنحصل على التمثيل البياني للدالة G. والآن عزيزي الطالب، ماذا تلاحظ بشأن التمثيلين البيانيين؟ رائع! بالفعل، التمثيل البياني للدالة G هو انعكاس للتمثيل البياني للدالة F حول المحور X. ممتاز! والآن عزيزي الطالب، لنفترض أن الدالة F هي the cube root of X. لنقم بتمثيلها بيانياً، وسنعتمد نفس خطوات الحل في الجزء الأول، وذلك باختيار بعض قيم لx وتعويضها في الدالة f لنحصل على الأزواج المرتبة. لتكون القيمة الأولى negative 2، بتعويضها في الدالة f نحصل على negative 1.3. إذن الزوج المرتب الأول هو negative 2 negative 1.3. القيمة التالية negative 1، بتعويضها في الدالة f نحصل على negative 1. إذن الزوج المرتب هو negative 1 negative 1. كذلك بالنسبة للقيمة 0، بتعويضها في الدالة F نحصل على 0. إذن الزوج المرتب هو 0, 0. كذلك بالنسبة للقيمة 1 نحصل على الزوج المرتب 1, 1. وأخيرا الزوج المرتب 2, 1.3. ثانيا، نقوم بتمثيل النقاط على المستوى الإحداثي، وليكن الزوج الأول negative 2 negative 1.3 negative 1 negative 1 0, 0 1, 1. وأخيراً 2.1.3 لنحصل على التمثيل البياني للدالة F. والآن عزيزي الطالب، لنقم بتمثيل الدالة G، وهي عبارة عن الدالة F مضروبة في العدد negative 1، لتصبح الدالة G هي negative the cube root of X. لنعتمد نفس قيم مدخلات الدالة F، وبتعويض القيمة الأولى في الدالة G نحصل على 1.3. إذن الزوج المرتب هو negative 2 1.3. كذلك بالنسبة للمدخلة negative 1 نحصل على 1. إذن الزوج المرتب الثاني هو negative 1 1. بالنسبة للمدخلة الثالثة، بعد تعويضها في الدالة G نحصل على 0. إذن الزوج المرتب هو 0 0. كذلك بالنسبة للقيمة 1 نحصل على negative 1. إذن الزوج المرتب هو 1 negative 1. وأخيرا الزوج المرتب 2 negative 1.3. نقوم بتمثيل النقاط على نفس المستوى الإحداثي، وذلك لنحصل على التمثيل البياني للدالة G. عزيزي الطالب، ماذا تلاحظ بشأن التمثيلين البيانيين؟ ممتاز! التمثيل البياني للدالة G هو انعكاس للتمثيل البياني للدالة F حول المحور X.
والآن عزيزي الطالب، صف التمثيل البياني لكل من الدالتين من حيث البعد عن المحور X بعد ضرب كل مخرجة في العدد نيجاتيف 1. لاحظ عزيزي الطالب كل النقاط في التمثيل البياني للدالة F ونظيرتها بالنسبة للتمثيل البياني للدالة G. ممتاز، تبعد كل نقطة في الدالة نيجاتيف 1 تايمز F of X نفس المسافة عن المحور X لكن في الاتجاه المعاكس للدالة F of X. إذن عزيزي الطالب، كيف يغير ضرب المخرجة في العدد نيجاتيف 1 التمثيل البياني للدالة؟ رائع، بشكل عام إذا كانت الدالة G of X equals negative 1 times F of X فإن التمثيل البياني للدالة G هو انعكاس للتمثيل البياني للدالة F حول المحور X. حاول أن تحل 1 صفحة 60. عزيزي الطالب، أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك. لديك 5 دقائق. شكرا لك على المحاولة. عزيزي الطالب، تأكد من صحة حلك. هل حلك صحيح؟ رائع. إلى هنا أعزائي الطلاب نصل إلى نهاية العرض، وإلى اللقاء في درس جديد من دروس الرياضيات.